بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن نواصل مع دروس الاهتزازات، دائما مع le cinquième chapitre sur les oscillations du système forcé. كنا شفنا الجزء الأول بكل مقاطعه حول la réponse à une excitation de type force. ثم شفنا الجزء الثاني بمقاطعه أيضا حول les excitations de type déplacement. واليوم راح نشوفه آخر جزء المتعلق بلا réponse à une excitation de type balour. كي نقولو تيب بالور نقولو معناه اكسيليراسيون. لو بالور هذا سي ان ديفو ناتورال، معناه شيء طبيعي موجود، و سي ان ديفو لازم يكون لانه الانسان ما يقدرش يخدم حاجه ايديال. هذا لو ديفو دو بالور هذا هو الاوريجين دو فيبراسيون في ماشين تورنونت. حنا نعلم انه كل لي ماشين تورنونت يديروا دي فيبراسيون، مستحيل تلقى اي ماشين تورنونت ما فيهاش دي فيبراسيون. و 90% من الاسباب هذه راجعه لو بالور هذا اللي هو ان ديفو ناتورال. اذا كالعاده نبداو بالبلان دو كور، نشوفوا واش معناه ريبونس اكسيتاسيون دو تيب دي بلاسمون، نشوفوا لا ريبونس ايضا. راح نشوفوا لا فورس ترانسميز، وراح نشوفوا لو فاكتور دو ترانسميسيبيليتي دو ديبلاسمون. راح نشوفوا دي زابليكاسيون تاعها او كابتور ريلاتيف، هذه ابليكاسيون انتريسونت لانه هذا لو فينومين هذا نقدروا نستعملوه بور لا كونسيبسيون دي كابتور. ونشوفوا تمرين، نشوفوا ابليكاسيون كالعاده ونختموها بان ترافاي افير. اذا المقطع تاع اليوم راح يكون حول لا ريبونس à une excitation du type balour. اذا تخيلوا معايا اخواني، عندي اماس هنا محطوط على الروسور دو ريدور كا و ان امورتيسور دو ريدور سي، وفوقو عندنا ان ديسك يدور، هي في حقيقة إن ماشين تورنونت مثلا، الروتور يدور مثلا، وهذا الروتور عنده سيرتان كونسنتراسيون دو ماس هنا. ولا نقدروا باش لا ماس تاع هذه هنا نكونسيديرو بلي كاين غير لا بيتيت ماس هذه دور، دونك وكأنه لو ديسك هذا وكأنه في هذا ليكزومبل هذا نديروه دو ماس نيجليجابل. وفي الحقيقة من بعد نشوفوا تمارين وين ما تكونش لا ماس نيجليجابل. المهم هنا pour simplifier باش نقدروا نوضحوا الامور. اذا هنا عندي لا غروند ماس ان، بسبت لا كونسونطراسيون تاع لا ماس هذه هنا والدور راح تكري دي فيبراسيون لا ماس ان. هذا لا ماس دور بسرعه اوميغا، دونك دير ان ديبلاسمون اونغولار اوميغا تي، لانه اوميغا فواتي تعطي لي ان انغل تيتا ولا الفا ولا المهم سي ان ديبلاسمون اونغولار. لا فيتاس دو روتاسيون هي اوميغا. هذا لا كونفيغوراسيون هذه دير اون اكسيتاسيون لهذا لا ماس هذه ودير ديزوسياسيون. لا كوز ديزوسياسيون تاع لا ماس هذه وشنو هو؟ هو لو بالور اللي كاين هنا. Donc le déséquilibre des machines en rotation, balour, des machines tournantes, est l'une des principales causes de vibration. Donc le balour est un des principaux causes des machines tournantes. Un modèle simplifié, je vous dis comme Mokbil, nous avons négligé, considérons que ce disque n'a pas une masse. Nous allons prendre le fit à le balour à la grande masse. Sinon, il y a une masse et nous allons la faire. Et comme la masse du disque, nous allons la sommer là. Parce que les masses discales, elles sont normales. Donc, un modèle simplifié d'une telle machine est représenté à la figure. C'est le modèle simplifié d'une machine tournante. Donc, on va écrire l'équation différentielle du mouvement. On a l'énergie cinétique de la masse.
هي اللي تعطي لي ام اكس دو بوان، وعندي لينيرسينيتيك تاع لا ماس هذه. هنايا اورياليتي عندي 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 دو تيب، لا ماس هذه او ميم طون راهي تدور، وثان مادام مربوطه مع الكور هذا دونك دير ديزوسياسيون هكذا. دونك عندي انيرسينيتيك ام اكس دو بوان، وعندي انيرسينيتيك تاع لا روتاسيون هذه هنا، دونك ام اوميغا او كاري او سينوس اوميغا تي. هنا انا مضطر نزيد نشرح اكثر عن طريق انستيلو. نشوف قبل ما درت انيماسيون، ما درتش انيماسيون، دونك واش ندير؟ نشرح لكم علاش هنا درنا هذه. دونك انا هاو الديسك تاعي مثلا، والرسم ما يجيش مليح على كل حال. نقولوا هذا هو الزيرو تاعنا مثلا، من بعد درت ان ديبلاسمون اونغولار هكذا، هذا هو التيتا تاعنا. دونك هذا هو الديبلاسمون تاعنا، وهاي الزاوية نتاعي. دونك واش عندي؟ هذا او، هذا او. دونك هذا واش راح يمثل؟ يمثل او سينوس تيتا. دونك سينوس تيتا شكون هو؟ هو اوميغا تي. دونك او سينوس اوميغا تي، هذا واش يمثل؟ هذا يمثل او كوس تيتا. كوس تيتا المهم معناه او كوس او كوس تيتا اوميغا دو تي. دونك هذا ديبلاسمون لو كان نشتاق واش يعطيني؟ يعطيني موان سينوس، دونك يعطيني موان اوميغا سينوس اوميغا دو تي. او سي او سي تي كونستانت نقدر نحطها هنايا، دونك موان او اوميغا سينوس اوميغا تي، هذا هو. بصح حنا نخدمو بالسينوس، عفوا سمحولي، دونك انا نخدم بالسينوس، دونك باش ما نتلفها لكمش نعاود نكتبها. انا نسيت بس حنا واش ندو؟ ندو لي فيبراسيون، ندو لي فيبراسيون هكذا. دونك ندي هذا، دونك اخواني راح ندي هذا، اخواني ندي هذا، دونك ندي سينوس صح. دونك انا واش نحتاج؟ لا فيتاس واش راح تساوي؟ تساوي مشتق هذا. دونك هذه قلنا واش عندنا؟ او سينوس اوميغا دو تي، بس هنا كانت، بس هذا هو او سينوس تيتا، وتيتا تيتا تساوي اوميغا تي صح. هذا نقولوا مثلا هو إيكراك مثلا. هنا في السينتيك واش نحتاج؟ نحتاج إيكراك دو بوان، دونك ندير في دو فوا هذه. دونك هذه كي ندير فيها واش تعطي لي؟ كي نحسب إيكراك بوان تعطي لي في الحقيقة موان سينوس يولي كوسينوس، موان أو حاجة ثابتة تبقى برا، أوميغا كوس اوميغا دو تي. من بعد باش نجيب ايكراك دو بوان اخواني لازم نزيد ندير فيها دي دوزيام فوا، دونك كوسينوس يولي سينوس. دونك هذه دقيقة برك باش ما نزيدش نكتب، دونك الكوس يولي سينوس، بس كلاس ولي كتيبة صعيبة وتعبني. دونك هنا تولي سينوس، ونخرج الاوميغا، دونك تولي اوميغا كاري. دونك موا او اوميغا كاري سينوس اوميغا تي، هذه هي لينيرسي سينيتيك ام اكس دو بوان ام ايكغاك دو بوان. دونك عندي لو ديبلاسمون تاع لا ماس بسبت كي مربوطه مع هذا ديبلاسي اكس،
زائد النوتر ديبلاسمون كي راهي الدور. دونك عندها إيكغاك، عندها دو، دونك عندها في البلون. حنا يهمونا لي فيبراسيون فيرتيكال، دونك ما ندوش هكذا، هي في الحقيقة تفيبري هكذا وتفيبري هكذا. حنا رانا ندرسو غير على لا فيرتيكال. دونك ندي ديت هذا المقطع اللي هو يجي مقابل الزاوية تيتا، دونك يجينا سينوس. من بعد لو روسور هذا يتكومبريما توجور بإكس، هذا كيف كيف لامورتيسور بإكس بوان، دونك تجيني بلوس كا إكس بلوس إكس بوان إيكال أزير. دونك لينيرسي هاديك نجيب بوتونسيال، هادو خلاص يعني تعودنا عليهم، نقدرو نحطوهم مباشرة. إذا عفوا دقيقة برك، قلت لكم بعد ما كتبنا ليكواسيون هاي ليك، بعد ما كتبنا ليكواسيون الآن واش راح نديرو؟ عفوا لازم نفاصي باش ما تخلط ليش مع ال اذا هذه الايكواسيون فهمتكم كيفاش جبناها، وقادرين انا للاسف لاسوري تعيني باش نكتب، قادرين نكتبوا انر سينيتيك يعني باختصار، نعطي لكم الخلاصه تاع الميثود اللي يحب ممكن يضوي يحاول يجرب يخرجها وحده. انر سينيتيك بور سات ماس، انر سينيتيك بور سات ماس، انرجي بوتونسييل بور لو روسور، وانرجي بوتونسييل عفوا انرجي ديسيباسيون بور لامورتيسور، ويدير لو فورمالاز دو لاغرانج ويخدم. المهم اول ملاحظه نشوفو بلي هنا تساوي صفر، دونك يتبادر للذهن اننا في ريجيم ليبر، بصح من بعد نشوفو بلي كاين اون اكسيتاسيون بسبت لاكسيليراسيون بسبت لو بالور. وانا جبت لكم اكسيليراسيون على راهي هنا، راهي مع لو تام تاع لا ماس، راهي مع لاكسيليراسيون. هذيك لي اكسيتاسيون دو تيب بالور نسموها ايضا تيب اكسيليراسيون. دونك نخرج عامل مشترك تاع مع الاكس دو بوين، دونك تجيني ام بلس بوتيت ام اكس دو بوين، تبقى لي موان ام اوميغا او كاري او سينوس اوميغا دو تي بلس كا اكس بلس اكس بوين. اذا نلاحظ لو ترم هذا هو الاكسيتاسيون تاعي، ونقدر نديها منه. دونك كي نديها من هيه تولي لي من الشكل ايتيكال اف، ونلاحظ بلي راني في اريجين فورسي افيك اون فورس هارمونيك، سي اون اكسيتاسيون هارمونيك. وشنو هو لو تيب اكسيليراسيون؟ رانا نشوفو ام فوا لاكسيليراسيون، اجي ما تنساوش بلي هذه كانت لاكسيليراسيون. بيان سور دوكا بعد ما خرجنا لا فورس نقدروا نخرجوا هذه تمثل ام زيرو، هذه كا زيرو، هذه سي زيرو، هذه اف زيرو. دونك تقدر تخرج اوميغا زيرو هذه على هذه بلا راسين، تقدر تخرج لاندا اللي هي سي زيرو سير دو ام زيرو، تقدر تخرج بي زيرو اللي هي اف زيرو سير ام زيرو. دونك تقدر تخرج على وجهها اوميغا زيرو كاري هي كا سير ام بلس ام، ولاندا هي سي سير دو ام بلس ام. اف دو تي هي ام اوميغا كاري او سينوس اوميغا دو تي، اف زيرو هو لو موديل تاع لا فورس، دونك اللي هو ام اوميغا كاري فوا او. لومبليتود كيما كنا شفناها من قبل هي اف زيرو سير كا زيرو بلا راسين، هادي خدمناها من قبل، دونك نكسبلواتيوها برك. نعوضو اف زيرو ام اوميغا كاري او سير كا، كا زيرو هي كا. من بعد انا نعرف بلي كا، شوفوا معايا كا يساوي اوميغا 0 فوا ان بلس ان، دونك نقدر نبلاصي كا بار اوميغا 0 كاري فوا ان بلس ان، الشيء اللي يخليني نقدر نسامبليفي بعض الامور. اذا هنا نقدر نخرج ام او نقدر نخرج ام او سير ام بلس ام،
تبقى لي هذه هذا قلنا هذا لاحظوا مليح بلا او عفوا فاصل بس كما تفهموا ليش هنايا تبعني الغلطة حتى من بعد تبعني لازم تفهموا لي هذه وحدها اوميغا سور اوميغا زيرو واش كانت مثل كانت مثل ار كانت اوميغا سور اوميغا زيرو لازمش تنساوها اذا اوكاري 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 هذا هو ار اوكاري وتبقى لنا هنايا هنا هذا رانا نشوفو بلي الرابور الرابور لا ماس هذه سور لا سوم دي دو ماس هذا او هو البعد تاع لو بالور على لو سوندر يعني لا كونسونطراسيون تاع لا ماس وين جايه بارابور لو سوندر تاع الديسك تاعنا ايوا دوكا سي بلو فاسي عفوا مازال ما فاسي هذا الكتيبه دوكا نقدروا نخرجوا الرابور هاي الرابور تري انتيريسون اللي هو شكون هو l'amplitude des vibrations mais la position تاع البالور par rapport au centre هذاك لو ليون هذا او ونشوفوا كيفاش ياثر البعد تاع البالور على اليمن على لو سونتر على لي زامبليتود دي فيبراسيون دونك واش راح يصير لنا نقدروا نديروا تجربه نحطوا لو بالور في المركز نشوفوا كيفاش ياثر في الاهتزازات ثم نقوم بعده على المركز بعده على المركز بعده على المركز وفي كل مره نسجل سعه الاهتزازات ونقدروا ندرسوا التغير او ندرسوا لو رابور اذا كان اكبر وقت يكون اكبر من الواحد معناه لي زامبليتود يكون اكثر من الاخر لا بوزيسيون المهم لو رابور كالعاده اكبر من الواحد اصغر من الواحد متساويين ونعرفوا نعرفوا التاثير ونقدروا من لو رابور نجيبوا واحد فيهم اذا كنا نعرفوا الثاني اذا هنا خرج لو رابور ا سور او تساوي ام سور ام بلس ام فوا ار كاري سور على المقام هذاك اللي نعرفوه اذا هذه هي لا ريبونس وديروا فراسكم دائما لما نقولوا لا ريبونس نقولوا لامبليتود دي زوسياسيون اهم حاجه في لا ريبونس هو ليتود دو لامبليتود دي زوسياسيون لانه هذاك هو الاستجابه الاستجابه هي اهتزازات من حيث السعه ومن حيث ديفازاج اذا نختم الفيديو هنا وفي الفيديو القادم ان شاء الله نشوفوا لا فورس ترانسميس الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.